عايز اتكلم في حاجة، انه موضوع الكاميرون عامل يعني حالة جوه الاتحاد الافريقي. هل ستستطيع الكاميرون تنظيم كأس الامم الافريقية ولا لا؟ نقطة. بدأ يتردد انه الاتحاد الافريقي بيجاله عرض من قطر ان هو يسند اليها تنظيم البطولة. يا جماعة لو انتم ما عندكوش دولة تستطيع، احنا جاهزين وحاضرين. ليه؟ قطر بتستعد لكاس العالم، استعداد تمام، بتعمل كاس العرب. الاستعداد دي المفترض انها بتعمل بروفا للمونديال من خلال كاس العرب اللي هينطلق بعد كام يوم. فهي فرصة، يقول لك وفي يناير كمان يبقى عندي حدث ضخم جدا كل العالم هيتابعه، كاس الامم الافريقية. طب ما ناخدها، احنا عندنا ملاعب وعندنا فنادق وجاهزين والطرق كل حاجة جاهزة يعني. طب ما ناخدها. وبعدين بدأ يتقال ان مصر بدأت تفكر، يعني مصر مش بتفكر، يعني بتقول الاتحاد الافريقي احنا الكبيرة، احنا الدولة الكبيرة، اذا حسيتوا ان في ازمة احنا نحل الازمة، احنا مش عايزين ننظم، بس اذا حسيتوا ان فعلا عندكم ازمة احنا شغلتنا كدولة عظيمة ودولة كبرى نحل اي ازمة. لكن بدأ يتردد تاني من النهاردة ومبارح ان الكاميرون هيبقى عندها قدرة، وان الكاميرون عمل التعهد، وان صحيح لسه في بعض الرتوش ما خلصتش، لكن يعني انما الاتحاد الافريقي اكد ان البطولة لن تؤجل ولن تلغى، وبرضه احتمال لا تنقل. يعني ده الكلام كمان، لكن احنا عشان اكتر نعرف الموضوع ده اتصلنا بالسيد مدحت المليجي السفير المصري في الكاميرون علشان يحطنا على اصل الحقيقه في هذا الامر، وهل فعلا الكاميرون قادره على تنظيم كاس الامم الافريقيه ولا الموضوع لسه محتاج يعني شغل ومحتاج او ممكن يعمل مشكله في الفتره اللي جايه. سياده السفير مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، زي حضرتك؟ اخبار سعادتك ايه يا فندم؟ والله الحمد لله، هو زي ما حضرتك كنت لسه بتقول قاعدين كلنا يعني بنترقب، لكن الحقيقة زي ما حضرتك أشرت مش من المتوقع أنها يتم نقلها من الكاميرون، والأصعب كمان أن يتم نقلها من القارة، يعني طبعا مع خالص احترامنا لدولة قطر اللي عايزة تجرب ملعبها وإمكانياتها قبل وطول كأس العالم، لكن بيتهيألي أن احنا كلنا كأفارقة لن نقبل بنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى قارة أخرى. تمام. مع خالص تقديرنا للإخوان في قطر. تمام. لكن الحقيقة اللي لازم نقوله هو أن الكاميرون مهتمة جدا. في نزل يعني ناس على أعلى مستوى من الكاميرون، أنا عارف، أنا بقول مين طبعا، أنت عارف أن احنا يعني كسفارة مسؤولين عن منح التأشيرات، فعارف طبعاً مين اللي نزل بالظبط على أعلى مستوى يا فندم، يعني في الحكومة ممكن كمسؤولين في الحكومة مثلا، الحكومة يعني نقدر نقول نوصل لغاية الرئاسة. تمام. يمكن مش الرئيس نفسه، لكن وصلنا لغاية مستوى الرئاسة، يعني من معاونيه أو مستشاريه أو نوابه مثلا. بالظبط كده. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. يعني هو موجود في القاهرة عشان يلتقي يا فندم، موجودين في القاهرة عشان يلتقوا بالاتحاد الافريقي. هو ان شاء الله يعني يكون معاكم كمان ساعتين ثلاثة كده. طب احنا يعني عارفين ان الامين العام في الرئاسة الكاميرونية موجود بالفعل. احنا عارفين كده. السكرتير العام لاتحاد الكورة موجود، انما جاي دلوقتي في شخصية عامة جدا. تمام. وبيرافقها وزير الشباب والرياضة، او وزير الرياضة اللي ما عندهمش الشباب. تمام. في الكاميرون. تمام. فوزير الرياضة الكاميروني برضه واصل في نفس الوقت. عشان يلتقوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي منعقد في القاهرة في الفترة دي. بالظبط كده. تمام يا فندم. لكن زي ما حضرتك اكيد عرفت النهارده في قرار كده يعني سمعنا عنه، وهو ان رئيس الاتحاد الافريقي نفسه هيجي يتابع في خلال اسبوع او اتنين بالكثير، ويشوف بالظبط اخر الوضع ايه، وساعتها هيحسم امره. فبما يعني مثلا ان القرار دلوقتي تقريبا اصبح في ايدين رئيس الاتحاد الافريقي. تمام. يعني حتى الان تقريبا مفيش تاكيد. مفيش تاكيد يا فندم حتى الان على التنظيم، لكن الكاميرون بنسبه كبيره حضرتك بتقول لي جاهزه. لا، يا كاميرون جاهزه طبعا، وفي جواب طبعا يمكن حضرتك تكون سمعت عنه وجهه الاتحاد الافريقي مؤخرا للاتحاد الكاميروني. احنا يا فندم وحضرتك بتتكلم، احنا بنعرض صور حصريه من الطياره للوفد الرئاسي الكاميروني، تحصلنا عليها. تمام. ممتاز. تمام يا فندم. فانا اللي عايز اقوله هو ان حتى المسالب او الانتقادات اللي واجهها الاتحاد الافريقي للجنه المنظمه، اللجنه الوطنيه المنظمه لكاس الامم الافريقيه، الحاجات كلها تحس حضرتك انها حاجات ما هياش اساسيه، ما هياش جوهريه. يعني مثلا الاستاد الرئيسي متضايقين لان التاثير الخارجي بتاعه مش مظبوط، وده عشان بس عمليه دخول المتفرجين وما الى ذلك. يعني الاستاد نفسه داخليا جاهز للعب.
تمام. كذلك اللي لسه الاتحاد اللي لسه اللجنه المنظره ما بلغتش الاتحاد الافريقي بالبروتوكول اللي هي هتتبعه فيما يتعلق بالكوفيد، تمام، يعني عدد المتفرجين في كل استاد والاجراءات اللي هتتم ايه وكل الكلام ده. تمام بالظبط كده، والاجراءات اللي هتتم، لان كان في كلام قبل كده وبيتهيألي ما زال ثابت ان هيتعمل تيست سريع على المدخل تمام بتاع كل استاد. كان في كلام بهذا الشكل. ما فيش شك ان احنا بنتكلم على دوله يعني ظروفها صعبه، تمام، وبنتكلم في ظل جائحه الكورونا. وانا الحقيقه عايز اقول نقطه، يمكن انا هنا بتحزب شويه للكاميرون باعتبار يعني ان انا سفير فيها. عايز اقول ان الكاميرون برضو من البدايه وحصل ظلم، والظلم هنا في ان احنا الكاميرون بعد ما قبلت اسناد شرف من 2014 الكلام ده بالظبط كده، كنا بنتكلم على 16 فريق وكانت جاهزه. تمام. مره واحده اللجنه التنفيذيه اتفقت ان احنا هنخليهم 24 فريق. انت بتتكلم يعني في اي في دوله النص افريقيه، وانت عارف الدول الافريقيه امكانياتها محدوده. طبعا زياده 50% في عدد الحضور يعني بجمهورهم طبعا بالظبط بكل كده، ناسهم وده يعني. معناه استادات جديده وفنادق جديده وحاجات كثيره جدا. طب سياده السفير، هل فعلا في طلب من الجانب الكاميروني نقل مباراه الافتتاح من الملعب المخصص ليه لحين الانتهاء منه البطوله شغاله؟ ده من ضمن التحذيرات اللي وجهها الاتحاد الافريقي في الجواب اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي جه مؤخرا، تمام، ان اذا ما كانتش هتتم عمليه التقفيل دي احنا هننقل، ومن غير بقى ايه، من غير ما نستنى نشوف رد فعل الكاميرون ايه، لا احنا قررنا ان احنا هننقل المباراه الافتتاحيه. والنقل هنا لم يحدد اذا كان نقل خارج الكاميرون ولا داخل الكاميرون ولا استاد اخر، ممكن استاد جاكوما اللي في دواله مثلا وجاهز لحضرتك بالظبط. لكن في النهايه عايز اقول ان انا من وجهه نظري طبعا، وانا هنا موجود يعني قرب الاحداث، شايف ان هم طبعا في هتبقى مهانه وطنيه كبيره قوي لو تم للمره الثانيه نقل البطوله. نقل البطوله. طب يا سياده السفير، كان في طرح، يعني اقول لسعادتك على حاجه، كان في طرح حتى طرح الاوروبيين اللي هو المدربين بتاعه الانديه الاوروبيه اللي هتعاني من غياب اللاعبين بتوعها في يناير. حضرتك عارف ان الدوريات الاوروبيه دلوقتي في عدد ضخم من الافارقه لاعيبه متصدرين منهم محمد صلاح نجمنا الكبير يعني، وعدد كبير من طبعا اللاعبين طبعا. وقالوا انه اذا كان كاس العالم اتنقل للشتاء في قطر في شهر 11 و12، طب ما ننقل بطوله افريقيا، ده كان طرح منهم، ليونيو، بحيث يبقى الدورات الاوروبيه كلها خلصت وبرضه البطوله تقام. هل الطرح ده وصل للكاميرون او ممكن الطرح الكاميرون ده غير تطرحه؟ قائم يا فندم. غير قائم. لا الطرح ده غير قائم، وهقول لحضرتك ليه ببساطه شديده جدا. الطقس الصيف اللي حضرتك بتتكلم عليه بالنسبه لنا ده عز موسم الامطار هنا. هيبقى صعب جدا. يعني هيكون صعب جدا. مظبوط. اللعبه، خد بالك ان فتره يناير دي هو بيعتبر الحر، هو حر هنا مش كتير قوي يعني، الفروقات مش عاليه قوي، وان قلنا احنا في جروه هيبقى الجو حر، يعني الجو هيبقى يقارب الصيف بتاع مصر في هذا التوقيت. فاحنا لازم نكون واخدين بالنا ان الجو ما هوش سهل في جروه اللي احنا هنلعب فيها، زي ما طبعا حضرتك والساده المشاهدين عارفين. تمام. هنلعب الماتش الاولاني يوم 11 في جروه مع نيجيريا، الماتش الثاني يوم 15 مع غينيا بيساو، والماتش الاخير هيتلعب بقى في ياوندي. وهقول لحضرتك ليه في ياوندي مش في جروه برضو، هيبقى الماتش الثالث مع السودان. تمام. السبب في هذا زي ما حضرتك عارف ان خد بالك جروه دي وشها حلو علينا يا سياده السفير، في نفس التوقيت جروه دي وشها حلو علينا، كان الاهلي لعب هناك مع القطن وخد البطوله في 2007 او 8 مع القطن الكاميروني. مظبوط. 2008 اعتقد. فوشها حلو علينا يعني. مظبوط. وهم الحقيقه هنا بيعتبر الشمال هو الغالبيه، بيبقوا ناس مسلمين وناس طيبين قوي وبيحبوا يستقبلوا جدا فرقنا يعني. تمام. ف... طب يعني سيادتك بقى يعني ننهي الحديث في هذا الامر مع سيادتك، شايف بنسبه كام في الميه ان الكاميرون هتنظم البطوله في نفس الموعد والامور تمشي بالشكل الملائم والمناسب لدوله زي الكاميرون وايضا لبطوله مهمه زي كاس امم افريقيا؟ لان انا عندي حتى تصريح مع رئيسه اتحاد كوت ديفوار السيده داو مريم، هنجهزه وهنطلع بيه دلوقتي، برضه بتتكلم ان هي شايفه ان تتلعب في الكاميرون. الحقيقه هي قالت كده في التصريح بتاعها.
احنا لازم نساعد بعض واحنا كدولة رائدة في افريقيا لازم نساعد، وده اللي زي ما حضرتك قلته قبل المداخلة بتاعتي. حضرتك بتقول ان مصر عرضت انها مستعدة تساعد، واحنا هنساعد يعني ما فيش شك ان لو كاميرون طلبت مننا مساعدة في اي حاجة واحنا بنساعد اوريدي، يعني احنا من الدول اللي تعتبر دولة مانحة بالنسبة للكاميرون وساعدنا في مجالات كتير قبل كده، ما فيش مشكلة قبل كده. المشكلة عندنا بس في عامل الوقت، هل الوقت اللي هيسمح ولا لا؟ تبقى على البطولة هيسمح ولا لا؟ والقرار في النهاية هيبقى في ايد رئيس الاتحاد اللي يهمه ان البطولة تبقى ناجحة. خد بال حضرتك ان ده بالنسبة لهم هم الإيراد، وبالنسبة للاتحاد الأفريقي ده الإيراد اللي بيجي والكلام ده كله، فالموضوع مهم جدا. لكن أنا بتصور إن هيبقى من الصعب جدا في هذا التوقيت الضيق يتم نقل حتى البطولة من الكاميرون، طالما هو اتكلم على موعدها إنه مش هيتغير. تمام. وانا ما بتصورش ان في دوله افريقيه عندها دوله اسف افريقيه ايوه عندها استعداد للبطوله تتنقل بره القاره. احنا لا طبعا ده شيء بس دولة. دولة يعني كرامتنا كلنا ما نقدرهاش، يعني مصر طبعا جاهزه مستعده، اخواننا في المغرب العربي موجودين كلهم ومستعدين، وفي دول كثيره من افريقيا اللي هي يعني بيسموها تحت الصحراء من الدول الافريقيه جاهزه وممكن انها تعمل. وكان في حتى كلام في الاول زمان ان دولتين مع بعض مزبوط. يعني مثلا ممكن الكاميرون والجابون يعني او الكاميرون يعني بالوقت لكن ما عادش ينفع. تمام. احنا دلوقتي بنشتغل على اللي عندنا. انا بتصور ان الاتحاد الافريقي هيساعد وهو وعد اوريدي بالمساعده في بعض الموضوعات انه هيبعت لجان من عنده متخصصه عشان يخلصوا. في النهايه لازم كلنا نحاول ننجح هذه البطوله، والكاميرون ما عندهاش مانع ابدا انها تتلقى المساعده وما عندهاش كبرياء يعني يمنعها ان هي تتلقى مساعدات من الدول الصديقه زي مصر اللي ممكن انها تقدم حاجه. وبنسبه ان شاء الله يعني فوق 90% هنلعب احنا البطوله في الكاميرون ان شاء الله، هنكون جميعا في شرف استقبال كافه المتفرجين والجمهور المصري ان شاء الله الكريم اللي هيجي يحضر عشان يشجع الفريق. سياده السفير احنا محتاجين، وانا دي نقطه عايز اركز عليها معلش قبل ما حضرتك اتفضل خلص المداخله. خد بالك ان احنا هنبقى قريبين جدا من الحدود مع نيجيريا. تمام. وده معناها ان سهل جدا يمكن ماشي ييجوا يعني الجمهور النيجيري يبقى موجود يعني بكثافه. فالجمهور هيبقى النيجيري موجود بكثافه وزي ما يعني يمكن اي حد من الساده المعلقين طبعا افضل مني، لكن احنا اهم حاجه هو موضوع نيجيريا. ان احنا لو قدرنا نتخطى عقبه نيجيريا باعتبارها الماتش الاولاني ده هيسهل مأموريتنا ان شاء الله. وجودنا في المركز الاول هيسهل لنا الدور الثاني. طبعا لكن لو ان شاء كنا الله في المركز الثاني او لا قدر الله من احسن توالد يبقى احنا كده دخلنا في حزب الدرنة اللي احنا دايما غاويينها وما بنحبهاش. سيادة السفير ده انت حضرتك كوير يعني واضح انك مذاكر مش بس عشان سفير لكن مهتم بشان الكروي يعني. لا ما انا انت عارف هو في مصري مش مهتم بشان الكروي. ده الاكسير سيادة السفير. بالظبط كده. انا سيادة السفير مدحت المليجي بشكر سعادتك جدا سفيرنا في الكاميرون، واللي الحقيقه يعني نتحدث ان الكاميرون بنسبة كبيرة جدا ستستطيع في النهاية تنظيم هذه البطولة.